الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح هذا المجلس الرباني الإيماني بقراءة مباركة للطالب الريان الرحاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. ولدنا الطالب الريان الرحاوي على هذه القراءة الطيبة المباركة. نجدد الترحيب بشيخنا الجليل، ضيفنا الكبير، الشيخ سيدي محمد الحسن بوصو، وفي هذا اليوم الثالث من هذه الزيارة المباركة لهذه المدرسة. ونسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وعمله، وسيتحفنا في هذه الصبيحة بشرح هذه المنظومة. وكما قال شيخنا سيدي يحيى المدغري بالأمس، فإن هذا الشرح يتميز بأنه شرح مباشر من التلميذ عن شيخه. وقد سألت قبل قليل الشيخ عن
طريقة النطق باسم شيخه، فقلت صداف ولد محمد البشير الموريتاني، قال ما تقولش ولد، قل ول كما ينطقون بها لكي لا نصحف اسم الشيخ، فدافع عن هذا حرف الدل لا ينطق وإنما يفهم، يفهم من خلال السياق. فبارك الله في شيخنا، ولا أريد أن أنتزع من وقته، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد وأشكركم على حضوركم، وأذكر كما ذكرت في كثير من المحاضرات التي ألقيتها هنا بأن الجالس أمامكم ما هو إلا تلميذكم، وهو ليس تلميذا عابرا، التلمذة بين موريتانيا الذين هم أشياخنا، بيننا وبينهم وبينهم وبينكم دامت قرونا طويلة، وهذه المنظومة لسيدي صداف والمحمد البشير. ونبدأ درسنا هنا بكلمة ول في موريتانيا، وهي في الكتابة ثلاثة أحرف: واو ولام ودال. ودلالة هذه الكلمة في غاية الوضوح في اللغة العربية، هي ولد، ولكن في نطقهم الدال لا ينطق به في حال من الأحوال. يقال أحمد ول محمد، فإن جاء ساكن بعد ذلك مثل محمد ابن الهادي نحرك اللام بالكسر وليس الدال، نقول محمد ولي الهادي، ولي الدال أخرجوه، لابد من كتابته لأن الأمر كذلك، ولكن لا نطق للدال مطلقا. لكنهم إذا خرجوا من موريتانيا في الغالب هم بأنفسهم ينطقون بهذا الدال حفاظا على أصل الكلمة بأنها أصله ولد، ولكن عندهم الدال لا ينطق به في حال من الأحوال. واضح كذا؟ إلا في حالة واحدة، إذا أرادوا أن يقولوا هؤلاء قبيلة يقولون ولاد علي مثلا، وما عدا هذا فالدال في الأسماء بين الابن والأبي، أبي الابن والجد، الدال لا ينطق. مؤلف هذه المنظومة هو الذي قرأت عليه الشاطبية في المعهد، المعهد القرآني بن واكشوط، وكملته عليه بعد التخرج، وصحبناه من 86 إلى 89 كذلك، أو من 85 إلى 89 لما جلس للإقراء في بيته العامر. وهو من الذين سخرهم الله تعالى لعلوم القرآن، وقد يكون فقيها، وقد يكون لغويا، وقد يكون فرضيا، وقد يكون هكذا، لكننا لا نعلمه بهذه الأمور، إنما نعرفه في هذا الجانب القرآن. ليس فقط أنه يحب هذه العلوم، بل ينفق فيه من الوقت والجهد ما يصعب تصوره، وله حافظة قوية في صدق لهجة وتواضع كبير وترك للدنيا صادق. توفي سنة 2006، وبلغني أنه من مواليد 1937،
ولا نعلم له أي اهتمام غير القرآن والقراءات وعد الآي والرسم والضبط وما إلى ذلك. لكن العلم الأبرز من العلوم التي عنده هو بعد نص القرآن هو عد الآي، ولا أبالغ إذا قلت بأني ما لقيت مثله حتى يومنا هذا. وهذه المنظومة التي أمامنا هي نتاج مقارنته لمصحف مجمع الملك فهد، وكان بالتأكيد أول مصحف لفت انتباهه بالفروقات بين ما جرى به العمل عندنا هنا في المغرب وبينما طبع عليه هذا المصحف. وهذا المصحف في مجمع الملك فهد مصحف جدير بالعناية والاتباع، لأن الذين كانوا في لجنة مراجعة هذا المصحف كانوا في ذلك الوقت أعلى وأدق وأتقن ما يمكن وجوده أو ما عرف بين المسلمين، وكان لهم خبرة في مراجعة المصاحف في مصر، وكان لهم خبرة واسعة وطويلة كذلك. إلا أنهم في مذهبهم ذاك كما وضحوا في بيان المصحف في آخر المصحف بأنهم لم يتبعوا أو لم يعملوا ما عمله الليبيون من الاقتصار على رسم أبي عمرو الداني دون غيره. فمن يقرأ المصحف الليبي يجب أن يستحضر أنهم حددوا مصدرهم الوحيد الذي هو أبو عمرو الداني، وأبو عمرو رسمه يؤخذ من المقنع. أما هم فقالوا بأنهم يأخذون بالمذهبين، بمذهب أبي داود ومذهب أبي عمرو، لكن مع ترجيح أبي داود عند الاختلاف. هذا هو المنصوص في هذا. وزادوا غالبا، وغالبا هذه فعلا قد يكون الأمر كذلك وقد يكون من باب محاشاة الخطأ. على كل، مصحف الملك فهد مكتوب برسم الداني وأبي داود مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا. وقد ذكرنا غير مرة، وفي كل مرة ذكرناه في مجلس مختلف نجد استغرابا كبيرا بأن أبا داود والداني لا يختلفان، والاختلاف الذي نقوله بينهما إنما هو لم نجد عبارة تكفي لأداء هذا المعنى. والخلاف كما تعرفون يكون خلافا يؤدي إلى فتنة، ويكون خلافا لا يمكن جمعه، ويكون اختلافا، لكن الموجود في مورد الظمآن من أوله إلى آخره لا نعلم فيها كلمة واحدة قال فيه أبو داود هذه محذوفة وقال الداني ثابتة نص عليها، لم نجد هذا. الباب الوحيد الذي كاد يمكن تصوره هو باب حذف الألف بعد اللام، لام الوسط، والباقي الداني هو المتقدم، إنما يسكت ويزيد أبو داود، أو الداني يعضي حكما فيأتي أبو داود ويخصصه مثلا، أو هو يعضي حكما ويأتي أبو داود فيعممه، أو يعضي حكما
فيأتي أبو داود ويقرر حكمه ويزيد عليه وجها آخر. وهذه الأمور لا تسمى اختلافا، إنما هي زيادات وإضافات. والاختلاف الذي نريد أن ننفيه بين الشيخين هو اختلاف تناقض، قال هذا ثابت وقال هذا محذوف، قال هذا مقطوع وقال هذا موصول، قال هذا مصور على الواو، قال هذا مصور على الياء، وما إلى ذلك. هذا الاختلاف الذي ذكرته الآن غير موجود بين أبي داود وأبي عمرو. ثم إنا رأينا أنه في الغالب إنما يختلفون بعد تجويز كل منهما للوجهين، هذا اختيار فلان وهذا اختيار فلان. والخلاصة أن المشارقة يأخذون بالمذهبين ويرجحون من فرد به، من فرد به أبو داود، وأن المغاربة في أكثر ما أعرفه تابعون لتحريرات الشيخ عبد الرحمن بن القاضي، وأن هذه مبنية على ثلاثة أمور: ما قرره الإمام ابن عاشر في فتح المنان بنقوله عن كثير من هؤلاء في الرسم عن أبي داود والداني وفي الضبط عنهم وعن التجيبي، وما عليه العمل في هذا المشرق، والقياسات الأخرى التي يجب ضمها إلى هذه الأمور، وأن العمل على كذا، وهي قاعدة معمولة بها لمن قرأ خلاف البيان والتشهير. والشيخ صداف هو إنما كان يعرف رسم المغاربة، وقد ذكرنا في محاضرتين هنا أن الخلاف بين الشناقضة والمغاربة يتلخص في بظلام للعبيد بآل عمران ولومة لائم والرياح أول الرياح في الروم ولازب وغلاظ وحلاف، هذا في الحذف، وما عدا هذا وكذلك ضعافا خافوا، نحن نثبت هذه الكلمة أو ألف هذه الكلمة والمغاربة يحذفونها. وما عدا هذا فالأمر واضح، والشيخ صداف قرأ الكتاب كله ورأى فيه ما يخالف عمل المغاربة فوجده كثيرا، وصفه لواحد في جلسة واحدة يكون صعبا، فقرر أن ينظمه، أن يتتبعه ويدققه ويبحث في أدلته وما إلى ذلك ثم ينظمه، وكذلك فعل. إذن هذه المنظومة ليس إلا الفوارق الموجودة بين أشهر المصحفين المغربي والمشرقي، وإلا فهناك مصحف الشمرلي بمصر وهناك المصحف الباكستاني، ولهم مذاهب في الضبط وكذلك في الرسم ما يخالف هذين المصحفين، لكن عمله انصب على الفرق بين هذين المصحفين، بما أن أكثر من 80% أو 90% من المسلمين يقرؤون هذين المصحفين. يضاف لكنه لم يلاحظ فقط اختلافهم في الرسم، إنما وجد كذلك اختلافهم في الضبط. الضبط واحد، ولكنه رأى اختلافهم في الضبط، والاختلاف في الضبط هنا تابع لتتبعه لاختلافهم في الرسم، ذلك لأن الداني له كتاب في الضبط يسمى المحكم، ولأبي داود كتاب كذلك في الضبط، والمشارقة كما فعلوا في الرسم كذلك فعلوا في الضبط، تبعوا أبا داود
ولكن حصل لهم شيء آخر، تبعوا أبا داود في الضبط واختاروا منه، لكن العلامات التي جاءوا بها هي علامات مشرقية، فتكفل الشيخ الصداف والمحمد البشير بتبيين ذلك في القسم الثاني من هذه المنظومة المباركة. والشيخ صداف في مسألة الرسم، أو نقول كل الموريتانيين في الرسم أئمة، كل من درس منهم علم الرسم فهو إمام من حيث الضبط. فمثلا أنا الجالس هنا وأنا من تلاميذهم كما ذكرنا، الألف المحذوف في القرآن والهمزة وما إلى ذلك هو أتقن ما نعرفه من علومنا، لا نقول بأننا نعرفه أكثر من كثير من الناس، ولكننا نستطيع أن نقول بأنه أتقن ما نعرفه مما نعرف. والشيخ صداف بدأ منظومته بحمدا لمن علمنا بالقلم، ثم الصلاة للنبي الخاتم، وآله وصحبه الأخيار، ما كور الليل على النهار. خلاص انتهى من هذا، بدأ بالحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودوم ذلك بتكوير الليل على النهار، ولم يطول في هذه المقدمة، وقال هذا: وقد تباينت مصاحف عثمان في الرسم، يعني أن المصاحف التي استكتبها عثمان بن عفان، الناس مختلفون هل هي خمسة، هل هي أربعة أو خمسة أو سبعة، والناس مختلفون كذلك إلى الأمصار التي أرسلت إليها. ويقول الشيخ محمد العاقب المايابة: لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد، للأمن فيه من خلاف ينشأ، وخيفة النسخ بوحي يطرأ، وبعد إغماض النبي فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق، جمعه غير مرتب السور بعد إشارة إليه من عمر، ثم تولى الجمع ذو النورين فضمهما بين دفتين، مرتب السور والآيات مخرجا بأفصح اللغات، وجاء في عد المصاحف اللواء فرقن في القرى خلاف من روى، هل سبعة أو خمسة أو أربعة، والقولة الأولى هي المتبعة، القولة الأولى هي خمسة، يقول هذا هو المتبع. ونحن نعرف أن أمصار المسلمين في ذلك الوقت هي المدينة ومكة والشام، مكة والمدينة والشام والبصرة، ولا نعلم أحدا كما قال عبد الله خرشيد البري في القرآن وعلومه في مصر، لا نعلم أحدا ذكر أن الروايات كانت تقول وفرقت في الأمصار وأرسلها إلى الأمصار، أما تعيين هذه المدن نظن أن أول من عينها هو أبو عمرو الداني، لا نعلم أحدا سبقه بتسمية هذه المدن بأنها أرسلت أبقي في المدينة وأرسل إلى مكة وإلى البصرة وإلى الكوفة والشام، لا نعلم أحدا ذكر ذلك.
ومهما يكون من أمر قد يكون آخر سبقه إلى ذلك لكن ما رأيناه. هذه المصاحف استنساخ، لم يرى هذه المصاحف الذي كتبها عثمان من علماء الرسم من ناقل الرسم غير شخص واحد وهو أبو عبيد. أما الإمام نافع فقد خصه الداني بحروف كثيرة في المقنع مسلسلا وينتهي السند إلى قالون، فقد كان ينظر في مصحف جد الإمام مالك الذي استنسخه لنفسه من مصاحف عثمان، فهو ليس مصحفا عثمانيا لكنه وثيق الصلة بمصحف عثمان، ذلك لأن جد الإمام كان من اللجنة من الذين كتبوا المصاحف العثمانية واستنسخ لنفسه مصحفا، بمعنى لا يوجد مستنسخ من هذه المصاحف أكثر وثاقة صلة بالمصاحف العثمانية. وكان الإمام مالك يذهب، كان الإمام نافع يذهب إلى بيت الإمام مالك فيستعير منه الكتاب ويجلس هناك وينظر فيما يريد أن ينظر فيه ويذهب ويخبر أصحابه وأخصهم قالون. هذا من الذين طبعا ورش في الحقيقة ما رأى نافع إلا شهرا واحدا، ما رآه قبله ولا رآه بعده، هذا بنص ورش نفسه. وقال وختمت عليه 4 ختمات في شهر وغادرت أو وسافرت أو خرجت، بعض العبارات تقول وخرجت يعني سافر، لم يره بعد ذلك سنة 155. هذه النقول التي يرويها الداني وأبو داود وغيرهما إنما هي في أكثرها من المصاحف المستنسخة من مصحف عثمان، أما مصحف عثمان نفسه فالذي صرح بأنه عاينه هو أبو عبيد. قد يكون آخرون رأوا ويكون لم أعرفهم ولم أطلع على كلامهم، لكن الذي طلعت عليه أن أبا عبيد وحده من صرح بأنه رأى المصحف العثماني ورأى أثر الدم في صفحة كذا وكذا. فهذه النقول المتضافرة تحتاج ككل علم وككل خبر إلى تمحيص، ولا نجد ممحصا أحسن من أبي عمرو الداني، فقد محص هذه الروايات وتتلمذ عليه أبو داود وتعلم منه الصنعة وأتقنها وكملها بعده وقبله الناس. الناس هؤلاء الذين تراهم لا يتفقون على شيء إلا ويدومون عليه إلا إذا كان حقا وصدقا. الناس كلهم سلموا لأبي داود ومن قبله شيخه أبو عمرو الداني بصحة النقل ودقة العبارات والأمانة في النقل، وجماع هذا الأمر هو الذي أخذ المشارقة بعضه والتزم المغاربة بالتحرير. فإذا اختلف على النحو الذي ذكرنا بأن هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، ننظر مثلا نذهب إلى باب المثنى. ماذا في باب المثنى؟ وقلنا بأن المغاربة لم يتبعوا الداني ولم يتبعوا أبا داود، إنما ينظرون إلى الأقوى في القاعدة فاتبعوا ذلك. ما دام هؤلاء ما يميزونهم لم يختاروا الداني ولم يختاروا أبا داود، والمشارقة اختاروا أبا داود ورجحوه عند الاختلاف، ولا بد أن يكون هناك خلاف بين مصاحفهم ومصاحف أهل المغرب. وقلنا نأتي بباب المثنى، فالداني حذف كله قولا واحدا إلا تكذبان،
وأبو داود حذف كله بما فيه تكذبان بخلافنا عنه، ثم عاد واختار 5 كلمات وقال ما دام فيه ثبت وفيه الحذف فأختار الثبت في كلها إلا في هذه 5 كلمات، فتبعه المشارقة في ذلك. والمغاربة قالوا ما دام الداني روى الثبت في تكذبان واختار وروى أبو داود فيه في تكذبان الحذف والإثبات واختار الإثبات، فالإثبات في تكذبان أقوى والباقي محذوف عندهم. بهذا اختلفوا هذا الاختلاف، وشيخ الصداف لا يعلل هذا، إنما يقول ماذا حدث، ويقول هذا: وقد تباينت مصاحف عثمان في الرسم على ما وصفوا في الحذف والزيد وفي الوصل وضده في الاتصال، هذه 4، مع أن قواعد الرسم 6. يقول محمد العاقب والمايابة: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف، زيادة، وهمز، وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للرسم أو للأصل، هكذا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين، هذه 6. وهو هنا لم يريد أن يحصر قواعد الرسم، بل يريد أن يحصر المواضع التي اختلف فيها المصاحف المشرقية مع المصحف المغربي. قال: الخلاف بينهم في الحذف والزيد وفي الوصل وفي القطع، وقام بنقل هذه شيوخ تعتمد. أجل من روى هذا هو الإمام الداني وأبو داود، هذا للمشارقة والمغاربة. أما المغاربة فيختصون عن المشارقة بأنهم يعملون بنقول الإمام البلنسي. ويأتي هنا أن للمغاربة أبو داود أو أبا داود والداني والبلنسي 3، وللمشارقة الدانية وأبا داود فقط، ولا يعملون بالبلنسي إلا في كلمة واحدة فقط. المشارقة لا يعملون بقول البلنسي أو لم يعملوا به إلا في كلمة واحدة فقط. قال: والشاطبي نظم ما للداني وزاد أحرفا بها يداني، وربما للداني خالف أبو داود أو زيد له قد ينسب. يقول: لما ترى تقرأ هذه الكتب ستجد أن الداني قد تكلم، وجاء أبو داود وسكت ولم يقل شيئا، أو أبو الداني تكلم وجاء أبو داود وزاد على ما قاله، أقره في ذلك على المقاس أو زاد عليه، عمم الكلمات مثلا، أو ذكر ما ذكره وذكر وجها آخر، وقلنا بأن التناقض لم يحصل بينهما. أما ما ذكره الإمام الداني فقد نظمه الإمام الشاطبي في العقيلة، وقال: وفيه زيادات فطيب. وأما ما ذكره أبو داود فقد نظمه البلنسي وزاد عليه هو الآخر. والعادة أن المشارقة يتبعون أبا داود، هذا معنى قوله: والشاطبي نظم ما للداني وزاد أحرفا بها يداني، وربما للداني خالف أبو داود أو زيد
يعني خالفه ليس ناقضه أو زاد على ما قاله. مثلا يحدد داني بمكان كذا هو يعمم. الداني لا يقول بأن ذاك ليس كذلك، إنما يقول بأن في سورة كذا وكذا محذوف، ويأتي أبو داود ويعمم الحكم. هذه الزيادة التي يريدها. قال: فعمل الشرط اتباع ابن نجاح الذي هو أبو داود في الخلف. أما في باب الزيادة فالكل استباح. قلنا بأن المغاربة في التحرير ما يهمهم أبو داود ولا يهمهم الداني ولا يهمهم البلانسي، يهمهم الأقوى والأرجح بعد المقارنة. والمشارقة يعتمدون على أبي داود، هذا في باب حذف الألفات. أما في باب الزيد زيادات لا يوجد مشرقي ومغربي، فهم فيه سواء. هذا من غير مكتوب في تقرير مصحف الملك فهد، وإنما من مقارناته هو، رأى أنهم في باب الزيادة يعني قاعدتهم واحدة يأخذون به. وسيذكر كلمة وجيه هذا الذي فيه خلاف بأن المشارقة يزيدون فيه ألفا. ومغرب في الاختلاف يتبع للدان غالبا، لكن وعكس يقع، لأنهم لم يلتزموا بشيء. في الغالب يتبعون الداني كما قال، لكن قد يتبعون أبا داود كذلك، وهو الذي قدمنا بأنهم يتبعون الدليل وليس شخصا بعينه. مسائل الموصف لم يجري عمل لها بمشرق. كل ما جاء في كتاب الموصف لا يعمل به المشارقة إلا يضاهون. قال: يضاهون ذكر في المنصف، والمشارقة يحذفون الألف، ولا يوجد من دواعي الحذف ما يحتم حذف هذه الكلمة، لأن وجود الألف وعدم وجوده لا يؤثر في القراءتين في الكلمة. يضاهئون ويضاهون لا توجد، لا علاقة للقراءة بالألف الموجودة هناك، كلهم يقرأوا بالألف، ولكن حذف في المنصف والمشارقة يحذفون. وهنا ننظر شوية، المغاربة المشارقة لم يأخذوا بالمنصف لأنه غير معروف عندهم، أو أن المنصف كان معروفا عندهم ولكنهم عكفوا عنه. أنتم تعرفون أن علم الرسم علم مغربي بحت، وهذا لا يعني أن غير المغاربة لم يكتبوا فيها، ولكنهم الأكثر عناية بذلك، وهو من شروط الإجازة عندهم. و تقريبا مرتب هذا العلم كذلك مغاربة، بل في القرون الخمسة الأخيرة لا أعلم للمشارقة كتابا في الرسم إلا كتاب المخللات وكتاب سمير الطالبين للشيخ الضباع، وما عدا ذلك فما نراه هناك من رسم إنما يكون خدمة للقراءات، مثل منظومة الإمام المتولي أو بعض منظومات الشيخ السمنودي، وما عدا هذا فهم كثير. كل هؤلاء لم يتعرضوا للألفات المحذوفة، وعددها كبير جدا في القرآن، وهي أشكل باب في علم الرسم وأكثره كذلك. يكفيك علما بأن الطالب عبد الله جمع كل مسائل الهمزة في القرآن إلا كلمة آلانا، جمع كل مسائل الهمزة همزات في القرآن في ستة أبيات، وكل همزة وصل ونقل في ستة أبيات، وكل الزيادات في ستة أبيات، وباب التاءات المفتوحة والمربوطة في ستة أبيات، وباب الزيادة في ستة أبيات، وباب ألالمور في ستة أبيات،
وباب واوات المحذوفة والياءات المحذوفة في ستة أبيات. هذه المنطقة من المنظومة تسمى الستيات، لكن باب الألف المحذوفة في 50 بيتا، 50 بيتا، يعني أن الألفات المحذوفات لا أعرف أحدا ألف في الألفات المحذوفات إلا هذا المغرب العربي وهكذا. وتوجد الجكنية لواحد في السودان، وكنا نعرف أن الجكني موريتاني، الجكني موريتاني. هل مشكلتهم كانت أن المنصفة لم تكن معهم، أو كانت معهم ولكنهم تركوا العمل به؟ وما دام الرسم عندهم معتمد على المخللات وعلى سمير الطالبين، وسمير الطالبين تقريبا أخذه من فتح المنان وصنفه ورتبه مال الداني ولأبي داود وجعله أبوابا ورتبه ترتيبا حسنا، ويوجد في هذا الكتاب مسائل البلانسي. لعلهم كانوا يعرفون ولكنهم لم يريدوا أن يعملوا بهذا. المهم لم يعملوا من ما اختص به المنصف إلا كلمة يضاهون. قال: مسائل المنصف لم يجري عمل لها بمشرق ويضاهون أجل، فصار خلفه لذا منتشرا وحصره بالنظم لي تعسرا. أردت أن أفرد ما لشرقنا من عمل مخالف لغربنا، وما تركت ذكره فهو على وفاد رسم الجكني مسجلا. ويقول: إذا تركت الرسم، إذا تركت كل شيء لم أذكره هنا، فاعلم بأنه موافق لرسم طالب عبد الله. وهنا يسرني أن أوضح شيئا. اعلموا بأن الموريتانيين وأفريقيا الغربية بكاملها لا يدرسون في علم الرسم إلا رسم الجكني الذي ذكره، المسمى بالمحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع. أما كشف العمل محمد العاقب والمايابة، لا أعرف مدرسة واحدة تدرس هذا الكتاب. وهذه إعادة صياغة لرسم طالب عبد الله بالضبط، فلم يخالفه إلا في ضعاف خاف. لأني رأيت هنا في بعض البحوث بأن المقرر في موريتانيا وفي السنغال، يعني في موريتانيا، هو رسم طالب عبد الله ورسم محمد العاقب. رسم محمد العاقب ربما يجتهد مقرئ واحد فيكتبه ويقرره في مدرسته، ربما أقول، لأني لم أرى أحدا فعله. المعروف هو رسم طالب عبد الله وحده، ورسم محمد العاقب جاء توضيحا له لأنه معقد جدا. ويقول في مقدمته، ويقول ويريد طالب عبد الله: وقد نحاه فارس الميدان غواص بحر درر المعاني، فصاغ ما يطوق الرقاب فيه وأبدى العجب العجاب. لكنه من خشية الإطناب لم يكترث بالصرف والإعراب، فيورد الألفاظ كاللغيزة ولا يرى بين المناحي ميزة. فجئت للذاك بنظم شافي يبدي اللآلئ من الأصداف، خال من التضمين والإقواء ووصمة السناد والإيطاء. سميته كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين. إذن في موريتانيا وتوابعها، يعني كل غرب إفريقيا، المقرر في الرسم هو المحتوي الجامع وفقط. إلا أنه في مدينة توبا بالسنغال عندهم منظومة أخرى
تسمى الجوهر المنظم. كان كبارهم يقرؤون يدرسون الرسم بهذا الكتاب، وضعف ذلك. الآن المنظومة موجودة، لكن الرسم يعتمدون على موروثاتهم أكثر مما يعتمدون على كتاب. إذن يقول: وما تركت ذكره فهو على وفاق رسم الجكني مسجلا. وعمدتي رسم سمير الطالبين لشيخنا الضباعي شيخ المقريين، وهذا كلام واضح. وبدأ الآن ليس على ترتيب المغاربة، يعني الشناقطة. الشناقطة لم يرتبوا على النحو الذي عمله، وإن كان في شيء، لأن الشناقطة يبدأون بالجمع المذكر السالم، وهي من الجموع فعلا، وكذلك مورد الظمآن. مورد الظمآن بدأ بترتيب المصحف هو، ثم بالمثنى. وقال: في الجمع المذكر السالم كله لم يختلفوا فيه، أما في الجمع المؤنث السالم فقد اختلفوا في كلمة المنشآت أو المنشآت لحمزة وشعبة صفا فخر. يعني الخلافون، ما هو هذا الخلاف؟ قال: والمنشآت عند مشرق إن ثبت همزتها بموضع السطر أتت. نحن عندنا المغاربة الهمزة تكون فوق الألف بعد الشين، ونكتب تاء، وبين الهمزة على الألف والتاء ألف ملحقة. هذا هو العمل عندنا. أما هم المشارقة يكتبون ألفا واحدة ثابتة، ويضعون الهمزة بين الشين والألف. المنشآت. والقاعدة في هذا، كان ينبغي أن يكون الهمزة على الألف لأنها مفتوحة بعد فتح، ولكن رأوا أنهم إذا كتبوها يوجد ألف بعدها فيتوالى مثلان، فلم يصوروا الهمزة الأولى. مع أن محمد العاقب المايابا قال في منظومته: وليس منه ساقط قد طرأ في الضبط نحو المنشآت براء. وعلى كل نأخذ الخلاف هنا، أول خلاف بينهم في الجمع المؤنث السالم المنشآت: المشارقة يضعون الهمزة بين الشين والألف الواحد، والمغاربة يكتبون ألفين متواليين، الأول صورة الهمزة والثاني هو المد وهو محذوف. أظنكم هنا تكتبون هكذا؟ نعم. تمام. ووصل إلى ألف الاثنين الذي ضربنا به المثال الآن، وقال: وألف الاثنين بالإثبات جعله، لأبي داود، يعني المشارقة. كل ألف الاثنين ثابت في المشرق إلا ما يلي: إلا إن هذان لساحران له، لأبي داود أو للمشرق، فذانك برهانان في القصص، الأوليان في المائدة، يأتيانها في النساء، لا يحذفون من المثنى إلا هذه الكلمات، والمغاربة يحذفون كل مثنى إلا تكذبان. الأسباب الأعجمية، وهذا تابع للمورد ولسمير الطالبين، وإلا فليس لهذه الأسماء باب في المحتوي الجامع. وحذف إسرائيل هاروت وماروت وقارون
لشرق قد سما. كذلك الهاء بهامان على المختار والميم لكل قد نقل. في الأسماء الأعجمية حذف المشارقة ما لم يحذفه المغاربة فيما يأتي، حذفوا ألف إسرائيل وقد روي فيه الحذف ولكن سيكون فيه إجحافا لأن الهمزة لم تصور ولم تكتب، وإذا حذفنا الألف نكون قد عملنا حذفين في موضع واحد، وهذا مما يتحاشاه الرسامون، هذا يسمى إجحاف. ولذلك أثبت المغاربة إسرائيل فرارا من الإجحاف. أما المشارقة فحذفوا الألف وحده، وحذفوا الألف من هاروت ومن ماروت ومن قارون، والألف الأول من هامان اختصوا به، أما الألف الثاني من هامان فمتفق عليه بين المشارقة والمغاربة، إنما اختص المشارقة بحذف الألف الأول أي الذي بعد الهاء من هامان. هذه خمس كلمات، خمس ألفات: إسرائيل، هارون، هاروت، ماروت، قارون، الألف الأول من هامان. هذه الألفات الخمس اختص المشارقة بحذفها وأثبتها المغاربة. أما الألف الموجود بعد الميم من هامان فهذا متفق على حذفه. قال: والميم لكل قد نقل. باب الباء. كلمة الأدبار وبارك فيه كلام كثير بالنسبة لمن جمعوا الرسوم هذه، لكن هو يذكر المعمول وليس النظريات. وقال: كلمة الأدبار وبارك احذفا لشرق ما يلي. وكل ما حذفه الشرق حذفه الغرب كذلك في كلمة الأدبار وكلمة بارك. وهنا يكاد يؤاخذ هنا بقوله، لأنه قال وما ترك ذكره، لكنه سيستدرك فيما يأتي. يقول: المشارقة لم يحذفوا من المادتين البركة والإدبار إلا ما يلي: أدبارهم بالغيب مطلقا، إدبار السجود، وإدبار النجوم، ولولوا الأدبار في الأحزاب وفي سورة الحشر وسورة الفتح، هذه يحذفونها. وما عدا هذا على أدبارها يثبتون، أدباركم في سورة آل عمران يثبتون، يحذفون هذه أدبارهم بالغيب والجمع، إدبار السجود وإدبار النجوم، لولوا الأدبار في سورة الأحزاب، الأدبار في الأحزاب والحشر والفتح يحذفه المشارقة. أما من لفظ البركة فحذفوا مباركة بالتاء أو بالهاء، وباركنا مع ضميرنا، وتبارك إذا كان في الرحمن والملك، كذا مبارك بقاف صاد، وبفصلت يوجد فيها بارك فيها وقدر فيها، وغير ذا عمله منه التحد، وغير ما ذكرناه هنا اتفقوا في العمل بالحذف. غير ما ذكرنا هنا من كلمة تبارك هو هكذا. يقول: من لفظ الأدبار يثبتون، يحذفون أدبارهم بالغيب، وإدبار السجود، وإدبار النجوم،
والأدبار في سور الثلاث الأحزاب والحشر والفتح كذاك يحذفون مباركة وباركنا وتبارك في الرحمن والملك ومبارك بقاف وصاد وبارك بفصلت قال وغير ذا عمله منه التحد إلا ببكر يعني من باب الباء الممدود بالباء عملهم واحد باطل محذوف لجميعهم أنباء ما محذوف لجميعهم هذا الذي يريد وغير ذا من ما مد بالباء لأن أدبارهم الألف بعد الباء ومباركة الألف بعد الباء بعد مادة مباركة وأدبار الممدود بالباء كله اتفقوا عليه فما أثبته المشارقة فقد أثبته المغاربة وما حذفه المغاربة فقد حذفه المشارقة قال وغير ذا عمله منه التحد إلا ببكر بهم الأسباب قد كذاك حسبانا بالأنعام وبالكهف فبالحظ لمغرب حصل هم وتقطعت بهم الأسباب يثبتون ونحن نحذف حسبانا في إن الله فارق الحب وفي سورة الكهف يثبتون ونحن نحذف إذن الخلاف بينهم في أدبار على التفصيل الذي ذكره والبركة على التفصيل الذي ذكره وبهم الأسباب في البقرة وحسبانا في الموضعين لأنه لا يوجد حسبانا محذوف إلا إذا أراد بحسبان في سورة الرحمن ومن حرف الحاء إلى حرف الكاف وشهر الشيخان ثبت ألفي سبحان ربي ذي في الإسراء يفي قل سبحان ربي شهر الشيخان حذف الألف بل إثبات الألف لاحظ قوله وشهر يعني أنهم ذكروا الحذف والإثبات معا ولم يختاروا وإنما قالوا المشهور في الأمر أنها ثابتة وخالدين احذف بعكس أولي هم في المشارقة يثبتون سبحان ربي والمغاربة لا أدري ما العمل عندكم نحن يقول سبحان حاشا سبح بالحذف فقط ما هو العمل عندكم هنا في سبحان ربي بالحذف نعم وخالدين احذف بعكس أولي عداوة العقود فالثبت جلي وخالدين في سورة الحشر المشارقة يحذفون الألف ونحن نقول أن المثنى لا يدخل بالياء لا يدخل في الجمع ونثبته وهم الذين حذفوا خالدين هم المشارقة يثبتون عداوة الأول في سورة العقود ونحن نحذف كل عداوة ونثبت خالدين فهم يخالفوننا في هذا الباب كذاك جزاء زمر إحسانا مع الرضاعة ببكر بانا جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ وإحسانا في سورة الأحقاف في قراءة الكوفيين ويوجد كذلك في سورة الإسراء ولا ما فيه؟ أكيد أنا موجود فيه نعم وهو لم يقيده كذاك جزاء زمر إحسانا فإذا أثبتوا الألف صوروا الهمزة على السطر نحن نحذف الألف ونصور الهمزة على الواو جزاء المحسنين صور الهمزة على الواو فإذا
أثبتوا الألف لابد من حذف صورة الهمز. هذا جزاء زمر. نحن عندنا جزاء شورى زمر ولي عقود الحشر لن أرسله هي ثمانية نحذف كلها وهم يحذفون معنا إلا الموجود في سورة الزمر. مع الرضاعة ببكر، نحن عندنا الرضاعة في النساء وفي سورة البكر يوافقوننا على حذف الرضاعة في سورة النساء، ولكنهم يثبتون أن يتم الرضاعة يثبتون الألف. حذف ولا كذابا صالحين قر صاحبي السجن تصاحب نستطر صاحبة بتا وجر صاحبا باللام والباقي بثبت فانتبه. يعني حذفوا ولا كذابا ونحن نثبته. أظن العمل عندكم الإثبات. وصالحين حذفوا كما فعلوا في خالدين. الحق المثنى بالجمع المذكر السالم، ونحن نقول الملحق المثنى لا يلحق بالجمع المذكر السالم، هو قسم مستقل من الأقسام الثلاثة المفرد والمثنى والجمع. أما كلمة صاحب فحذفوا منه ما يلي: يا صاحبي السجن لا تصاحبني، فلا تصاحبني. صاحبة ولا ولدا، قال بالتاء. لصاحبه، قال وجر صاحبه باللام والباقي بثبت عند المشارقة. يعني يوافقوننا في هذه فقط ويخالفوننا في الباقي. نحن نحذف كل صاحب إلا صاحبهما، أليس كذلك؟ كل صاحب ما عدا صاحبهما. أيوة، أظن هو المعمول به عندكم. نعم. إلا صاحبهما. صاحبهما في الدنيا معروفة. أيوة نعم. قال صالحين قر صاحبي السجن تصاحبني في يوسف صاحبة ولم تكن له صاحبة وجر لصاحبه باللام والباقي بثبت فانتبه. وحاذف ضعاف نوء طعام بسورة البلد لا يلام. هنا الظاهر أنه بقي بيت يقول: وحاذف ضعاف نوء طعام بسورة البلد لا يلام. أظن بقي هنا بيت، لا يحضرني الآن، لكن بقي هنا بيت سأذكره إن شاء الله. كلمة ضعافا لم يذكره أبو داود، سكت عنه وذكره الداني بالحذف. وطريقتنا يقتضي حذف ضعافا لأنه نص ثقة على حذفه، وعليه عملكم هنا في المغرب فيما أعتقد. لكن نحن في موريتانيا وتوابعها نثبت الألف في ضعافة. والمزعج في الأمر أن الطالب عبد الله لو كان سهوا منه أصدرك، لكنه في شرحه رد على من ألزمه بحذف ألف ضعافة، ولم نره شد على أحد في كلامه مثل ما شد في هذا المكان. قال: ويأتي طويلب علم، هذه العبارة كبيرة جدا، ويعتل بأنه تبع في ذلك سيدي عبد الله الجكني، وأنه كذلك غالبا يتبع أبا داود، وأن أبا داود لم يتكلم بهذه الكلمة،
ولا لم يتعرض لهذه الكلمة أصلا، ولذلك تركه ثابتا. لكن ماذا إذا علمنا أنه يعرف ما قاله الداني نفسه بأنه محذوف ولم يتردد في ذلك؟ ولذلك أنا أرى أننا مغاربة الشناقض ينبغي حذف ألف ضعافا، النص موجود ولا غبار في ذلك. ولما جاء محمد العاقب المايابة لما كان في كشف العمى والرين في إعادة نظم الطالب عبد الله قال تماما مثل ما قال طالب عبد الله بأن ضعافا ثابت، لكنه عاد في البيت التالي واستدرك وقال واحذف بقوة ضعافا خافوا ولا تخف إذ ضعف الخلاف. ثابت حسب النصوص هو حذف الألف، وطالب عبد الله لو التزم بألا يحذف ألفا إلا إذا حذفه أبو داود وأنه لا يتبع الداني قبلنا منه هذا، ولكنه لم يشترطه في نظمه، بل في نظمه ما حذف ولم يحذفه أبو داود، وعبارته تدل على ذلك. قال ونحن نتبع أبا داود غالبا، معنى هذه الكلمة مفهومة. وجدي رحمه الله والد يعني أبي كتب مصحفا وهو كان من المتقنين للرسم، حذف ضعافا خاف حذف الألف. وما رأيته خالف المغاربة، هو ما رأيته خالف المغاربة، لا أدري ما السبب، لأنه لم يضع لمصحفه تقريرا. قال وحاذف ضعاف نوع طعام بسورة البلد لا يلام. من حذف ضعافا لا يلام، وإن كنا نحن الشناقطة لا نحذفها. ومن حذف أو إطعام في سورة البلد لا يلام، وهذا الكلام غريب لأنه لا يوجد نص بحذفه حسب ما أعلم، ولا أعلم أن الداني تعرض له، ولا أعلم أن أبا داود تعرض له. وقوله بأنه إذا حذفه لا يلام، أعتقد أنه يرى أن قراءة نحو الكساء وأبا عمرو يقرؤون أو أطعم، هذا يسوغ حذف الألف، مع أن المفروض أن القراءة هي التي تتبع الرسم وليس الرسم هو الذي يتبع القراءة. وهكذا ورأينا في إرشاد القراء والكاتبين للمخللات أن حذف ألف أو إطعام متفق عليه بين الشيخين، مع أنه وأنتم السادة والعلماء تعرفون أنهما لم يتعرضا لهذه الألف أصلا، ولا أعرف كيف جاءه هذا الاتفاق. والصحيح أن الألف ثابتة، يبقى لما نقرأ لغير عم ظهير الندبة، يعني لغير أبي جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وعاصم، لغير هؤلاء كيف سنضبط الألف؟ لأن الألف إذا كان قبلها فتحة فلا بد من مدها، فإذا لم نمدها لا بد من التدبير لها. ولو وردت رواية ولو ضعيفة بحذف الألف لحذفنا، نتقوى بالرواية بالقراءات. أما لم يرد شيء فحذف الألف في حذف الألف هنا مجازفة كبيرة. قال وحاذف ضعاف نوء طعام، وحاذف ضعاف نوء طعام بسورة البلد لا يلام. قال وحذف الأول لدال يعلم، والثاني ثبته رديء لهم. هذا هو البيت الباقي. وحذف الأول لدان يعلم، والثاني ثبته رديء لهم. أنا قلت له مرة كلمة رديء لا يستعمل في هذا الجانب، وأخشى أن يكون ذلك هو السبب في حذف البيت.
نعم، النص الذي عندي في دكار فيه هذا البيت، وذلك بخط ابنه، ابنه الأصغر، يقول: وحذف الأول لدان يعلم، والثاني ثبته رديء لهم. قال: وفالق معا بخلف أرجاء جرى، وثبت مشرق كليهما يرى. ثبت شعائر ببكر والعظام، بها لأهل مشرق بلا كلام. نحن في شعائر الحظ قولا واحدا، أما عظام فنحذف كله إلا في سورة القيامة. هل تستثنون وفي المنصف تعميم حتى عظامه؟ بلا، محذوف. نحن حذف كله من البقرة: قال من يحيي العظام إلى عظامه، بلا، نحذف الألف. أما عظامه فنثبته، وأظن عظامه ثابت عندكم، هو كذلك. أي نعم. قال: ثبت شعائر ببكر والعظام، بسورة البكر، قال من يحيي العظام، قال لأهل مشرق بلا كلام. وفالق معا بخلف قد جرى، وثبت مشرق كليهما يرى. كلمة فالق الحب وفالق الإصباح كليهما فيه خلاف، لكن المغاربة يحذفون فالق الحب. قال طالب عبد الله: فالق حب فارغا فاكه دفاع، كفارة دون له الفاحش فاع. أما المشارقة فقد اختاروا ثبت الألفين، وهنا كأنهم يعملون بمذهب الداني الذي يرى ثبت وزن فاعل، ونحن اخترنا وقلنا فالق الحب محذوف، أما فالق النوى فهو ثابت، وهذا هو العمل عندنا. طالب عبد الله قال: وفالق حب فارغا فاكه دفاع، كفارة دون له الفاحش فاع. وفالق معا بخلف قد جرى، وثبت مشرق في كليهما يرى. وحذف قال كم لبثتم، قال إن لبثتم، قال إنما في سورة الجن عن، يعني أن المشارقة يحذفون الألف من فعل قال في قال موضعين في آخر سورة المؤمنون، وموضع في سورة الجن، وفي قال ربي يعلم القول بالأنبياء، قال أثبتا، كان ينبغي أن يكون محذوفا لأن الروايات الأخرى لا تقرأ بها، ولكنهم أثبتوا في المصحف الكوفي فاعلم واستبين. القاعدة هنا لما قال فاعلم واستبين أن الكلمة قال قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال قل كذا، قل إنما أدعو ربي، لما اختلفوا فيها بين المد وعدم المد، الذين مدوا حذفوا الألف، وقل ربي يعلم القول مختلف فيه، قل قال عن شفا وآخرها عظم. هذه يرى بأنه ما دام فيه خلاف بين القراء كان ينبغي أن يحذفوها، لكنهم أثبتوها، لذلك أكد لك وقال فاعلم واستبن هذا الكلام. قل ربي بالأنبياء، قل ربي يعلم بالأنبياء يثبتا في المصحف الكوفي فاعلم واستبن. سقاية عمارة بالتوبة، حذفه ما تلزم منه التوبة، إلا على قول أتى في النشر، لم يتبعه غيرنا فلتدري. وهنا أحتاج إلى أن أبين وجهة نظري في هذه الكلمة. نحن في السنغال الموضوع غير وارد أصلا للنقاش،
سقاية محذوف، عبارة محذوف، لا نقاش في ذلك. السبب قول طيب عبد الله، سقاية تعكس ضعف الرفع تدار. أما عمار فقال عمارة الغمام لعما من مالك علم الرحمن دام، نص عليه ولم يذكر خلافا. وليس من شك في أن هذه الكلمة بما ذكره ابن الجزري بأنه رآه محذوفا، ولكن لا بد للرسم من فترة معينة تنقطع فيها الروايات. بين انقطاع الروايات في علم الرسم وذكر ابن الجزري لهذه المعاينة أكثر من 3-4 قرون. ومن العجيب كذلك أن يوجد مصحف في مصر كبير مثل دمشق والمدينة المنورة، ويكون هذا المصحف بهذه الجلالة فيها خلال قرون لم يرى أحد هذا الموضع. وهذا غريب، هذا غريب. الغرابة ليست هنا، قد يكون الكتاب أو المصحف مستنسخا حديثا وظنه قديما، وقد لا يكون كذلك ظنه بأنه من المصاحف العتق كذلك. ومهما يكون من أمر، لو نحن قبلنا هذه الرواية كان علينا أن نقبل أي رواية أخرى جاءتنا بعد ذلك، ولا بد من استقرار الأمور. فالذي نراه أنه بعد أبي داود فقد استقر الرواية، وبقي الآن الترجيح والعمل، لأن العمل تقوم مقام الرواية، والإنسان لا يحذف الألف في كلمة عمدا. فإذا تواطأت المدارس كلها في هذه الجهة على حذف ألف معينة، علمنا الرواية أو جهلناها فإنه معتمد على رواية. وسبب ذلك أنه كلمة كان وكلمة جاء وكلمة كلمات معينة أثبتوا الألف فيها. لماذا أثبتوا هناك وحذفوا هنا؟ فلأن هنا توجد رواية، عدم الاهتمام جعله مجهولا. هذا ما نسميه العمل. ولذلك أنا أرى أن عمارة والسقاية يجب ثبت ألفهما، هذا الذي أراه. ولكن كما ذكرنا هنا فهم يقولون بأن هذا الرسم يساعد في طريق من طرق ابن وردان، ونقول طرق ابن وردان هذه التي تقرأ السقاط وعمرة، ابن الجزري لم يعتمدها في الطيبة، ما ذكر هناك السقاية وعمارة، يعني السقاط وعمرة ما ذكرهما، ذكر هناك أن ابن وردان يقرأ مثل الجمهور، مثل حفص ووعش. ولماذا ترك روايتهما مع علمه وذكره في الدرة، ذكره لهما في الدرة، لماذا تركهما؟ لأن له ربما ملحوظة يراها انفرادا، أو يراها أنها لا ترقى إلى مستوى شروطه في النشر، لذلك لم يذكرها. قد يكون هذا هو الأمر. لكن يجب العلم بأن العمل بسقاية وعمارة في موريتانيا وتوابعها هو الحذف قولا واحدا. أكثر من 99.99 منهم لا يعرفون بأنه يوجد خلاف في الموضوع، لا يعرفون وجود الخلاف أصلا فيختلفون. لكن الشيخ صداف جزاه الله خيرا قال هنا سقاية عمارة بالتوبة، حذفهما تلزم منه التوبة إلا على قول أتى في النشر لم يتبعه غيرنا فلتدري. من حرف الكاف إلى آخر الحروف، وبهذا الباب نتوقف إن شاء الله تعالى. قال وثبت في كاذبة في المزن إن كادت
والإصلاح تلاوته عن علانية فلانا التلاقي لاهية مع غلام عمران تلا لكن ذي بالحذف في المصاحف أعني مجمعا لفهد فعارف. هذه الكلمات قال كاذبة في سورة الموسم هي سورة الواقعة، وإن كادت الذي هو المحذوف عندنا هي كلمة واحدة في سورة القصص وهي محذوفة عندنا فيما أعتقد محذوفة عندنا، وقل إصلاح بعد الكاف كلمتان خالفونا فيه وأثبتوا ما حذفنا وكاذبة وكادت، وبعد اللام وهو الباب المشكل في مورد الضمان الذي تخلص منه الخراز بعملية انتحارية يقول فيها فالكاتب مخير في رسمها خلاص الباقي ما أحتاج إلى نقاش كثير. كان هناك شباب يقولون هذه شيخنا هو يريد أن يهرب من الباب، قلت الاستثناءات والاحترازات والأمور ضاقت عليه خلاص وقال لك وأنت مخير ما فعلته فجيد خلاص. وبعد اللام يقول علانية وفلانا في الفرقان وتلاقي في غافر ولاهية في الأنبياء وغلام في سورة عمران آل عمران خاصة. قال هذه يثبتونها مع أننا نحذفها من لام الوسط، ولكنهم يثبتون علانية حيثما ورد وفلانا واحد والتلاقي واحد ولاية واحد وغلام كثير، لكنهم يثبتون في سمير الطالبين غلام عمران الأول فقط، أما الأخير غلام وجده في مصحف الملك فهد محذوفا موافقا لنا، لكن المشارقة عادتهم أنهم يثبتون الألف في غلام في سورة آل عمران. وثبت عاصم بهود غافري ورد في مجمع الفهد السري. نعرف عاصم موجود في يونس وفي هود وفي غافر، والثابت عندنا هو الموجود في يونس، والمحذوف هو لا عاصم اليوم ومن عاصم في سورة غافر، لكن هو عندهم أثبتوا الثلاثة كلها عاصم، أثبتوا الثلاثة كلها كأنهم عملوا بقول الداني بأن وزن فاعل لا يحذف إلا ما استثني. قال وثبت عاصم بهود غافري ورد في مجمع الفهد السري. لماذا لم يذكر يونس وهي موجودة فيها؟ لأنهم أثبتوها وهي ثابتة عندنا، وإنما خالفونا في هود وغافر فقط، وتكون النتيجة أن المشارقة أثبتوا عاصم كله ونحن أثبتنا يونس فقط، إنما خالفونا في هود وغافر فقط. وثبت أعناب مع الغمام في بكر وأعناب بالأنعام يفي كذاك أعناقهم في الرعد قد وأول الرياح بالروم ورد وحلف أحياكم وهم في البكر كذاك سقياها بشمس فدري. يعني أن المشارقة أثبتوا أعناب في سورة البقرة في قول معروف ومغفرة أو قول معروف ومغفرة، وكذلك في سورة الأنعام أثبتوا أعناب في هذه الكلمات وحذفوا الباقي ونحن نحذف كله، وكذلك أعنابهم في سورة الرعد أثبتوا ونحن نحذفه،
وأول الرياح بالروم هنا هو نحن نحذف الرياح كله. لكن أنا رأيت في بعض المصاحف المغربية كأنهم أثبتوا الألف في أول الرياح في الروم، ما عملكم فيه؟ ثابت. نعم أيوة، نحن الرياح كله محذوف، لأن كلمة الرياح في القرآن، كلمة الريح في القرآن إذا كان بالألف واللام فكله بدون استثناء مختلف، فكله لابد من استثناء، فكله مختلف فيه بين الإفراد والجمع إلا أول الرياح والريح العقيم في الطور. الريح العقيم اتفقوا على إفراده لوصف العقيم، والرياح في سورة الروم اتفقوا على جمعه لكلمة مبشرات، والباقي كله مختلف فيه، كله إذا كان فيه ألف ولا. عقلا ما دام لا يوجد نص، لا يوجد نص في أول الرياح في الروم كما ذكر أبو داود لا يوجد نص، فالأقرب إلى الصواب هو إثبات الألف ما دام القراء أثبتوها لفظا ولا خلاف بينهم في ذلك. لكن مشكلتنا أن أبا داود اختار الحذف فتبعه الشناقط. إذن هنا في هذه الكلمة إنما خالف المشارقة الشناقطة وليس المغاربة جميعهم. قال وأول الرياح بالروم ورد وحذف أحياكم وهم في البكر، يعني أحياكم وأحياهم. أحياكم في هو الموضع الأول، وأحياهم والموضع الثاني في ربع ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال وحذف أحياكم وأحياهم بالبكر، لكن في النظم قال وحذف أحياكم وهم في البكر، يعني أحياكم وهم، أحياكم وأحياهم. قال كذلك سقياها بشمس يحذفون الألف، يقولون بأن الألف محذوفة، ونحن نقول أنه كان ينبغي أن تكتب ياء، لكن كراهة توالي ياءين كتبت ألفا كما كتب في الدنيا ونحو ذلك. وهذه هي الخلافات في الألفات في كل القرآن في هذا الكتاب، إلا أنه هناك كلمات فاتته، منها فناظرة بما يرجع المرسلون ما ذكرها. وإن شاء الله ربما قبل ما ننتهي نأتي بالكلمات التي نرى أنه وليس حصرا قد يزيد عليها ولكنه سهى عنها. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ الجليل المبارك على هذه الأنفاس الطيبة رغم التعب والسفر والسهر، لكنكم والحمد لله أبدعتم واستحضرتم جميع الشواهد وحتى ما نسي منها، فبارك الله فيكم. وهذه هي معجزة القرآن الكريم الخالدة، كتاب معجز بحروفه، ومعجز برسمه، ومعجز بهؤلاء الرجال الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب قراءة وترتيلا وتجويدا وتحفيظا ورسما وضبطا، وقيض له في كل زمان ومكان من أمثال هؤلاء الرجال الذين يعدونه عدا
ويحصونه إحصاء. نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في علمهم وفي أعمارهم. وقد التحق بنا وبهذا المجلس المبارك الشيخ الدكتور سيدي عبد الهادي حميدتو حفظه الله وبارك في عمره، وله علاقة قوية بالشيخ محمد الحسن بوصو. ومما يذكر في هذا الباب، مؤخرا رزئت الأمة المغربية بوفاة ابن شيخنا سيدي عبد الهادي حميدتو، وهو الدكتور الحسن حميدتو رحمه الله تعالى. فجاء الشيخ من بلاد السنغال وقضى بالمغرب 3 أيام. عرض عليه بعض الأفاضل سيدي معاذ السحابي أن يزورنا هنا في الجمعية ويقوم بمحاضرة. قال: أنا أتيت لهذه الزيارة لأجل التعزية، ولا أريد أن أزيد عليها شيئا حتى لقاء آخر. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فبارك الله في شيوخنا جميعا، بارك الله في شيخنا سيدي عبد الهادي حميدتو، ورحم الله ولده البار الدكتور سيدي حسن، وبارك الله في أعمار شيوخنا. هنا ربع ساعة إن شاء الله تعالى إذا كانت مناقشة، ولا نخليوها حتى العشية؟ إذا المناقشة نخليوها حتى المساء، لأن العشية طويلة شوية وغادي يكون فيها متسع. نعم، واخا إن شاء الله. غير نذكر إن شاء الله بضرورة تسجيل الأساتذة والطلبة الحاضرين جميعا، يسجلون أنفسهم في لائحة الحضور لأجل يعني الشهادة، شهادة الحضور إن شاء الله تعالى. والكلمة لسيدي عبد الهادي حميدتو فليتفضل مشكورا. أول ما أبدأ به مرة أخرى أرحب بالأستاذ الكبير الجليل الذي لا أجد عبارات أفوه بها في حقه، لا سيما فيما أسدى إلي من خير كثير. فالرجل في جنسه، في صنفه، في نوعه نادر الوجود. لا أزكي على الله تعالى، ولكني رأيت منه من الشمائل ما تعجز العبارات عن وصفه، منها شدة حرصه على الفائدة. مرة جاء أحسبه من السنغال إلى فرنسا، ثم من فرنسا نزل المغرب لشيء واحد، لإهراني. وجئت من أسفي أيضا لأرى، ولكني وجدت أنه عنده غرض ببعض لعل قصيدة أو شيء، ما أذكر أي منظومة جئته بها. من منا يرحل مثل هذه الرحلة من أجل منظومتي؟ قد يكون فيها بيت واحد الذي يهمه، هذه الهمة العالية. ولذلك أنا أراه والحمد لله زاد الله في مدده في كثير من المسابقات. فأتعجب لو قيل لي إن لسيدي محمد الحسن بوصو عدة نسخ لكان أمرا سهلا أقبلها، لأنه موجود في كل شيء. تبارك الله، زاده الله خيرا وحرصا على الإفادة. فهو الآن والحمد لله يتنقل في إفريقيا، لا نتبع نشاطه كله، لكن من مئته هو جاء هو. فهو الحمد لله الآن في إفريقيا هو مركز الإفادة، يأتي الناس إليه ويأتي هو إلى الناس، وهذا صنف من ذلك. أيضا في إفريقيا في آسيا على شساعتها يذهب إلى باكستان وإلى مسابقات كثيرة في العالم. أما الخليج فكأنه قرية من قرى السنغال، فهو كثير التردد عليه. وليس هذا غرضي الآن، ولكني لما أثار قضية سقاية وعمارة، أنا الآن ألفت فيها كتابا وهو تحت طبع إن شاء الله موجود عند دار الأمام. ناقشت في هذه المسألة في أزيد من 300 صفحة، وذكرت ما قاله ابن الزبير رحمه الله فيها. وقد استند إلى أمور تتبعتها فلم أجدها كافية لإقناع أحد بحذف سقاية عمارة، منها قوله رأيته في مصحف المدينة. في عهد ابن الزبير لا يوجد مصحف اسمه اسم المدينة، ولكن مصاحف كثيرة هي في المدينة، ليس كل مصحف في المدينة هو مصحفها،
هذه واحدة. الثانية أنه قال إنه إن رواية ابن وردان في نهروان عن ابن وردان تلزم القرآن أن تكتب السقاية محذوفة لأن يقرأ سقاطها وعمارتها، وهذا من جهتين أن ابن الزين نفسه لم يعدم يتابعه في الطيبة، هي من آخر ما كتب، هي بعد النشر لم يتعرض نهائيا. قال شرحه لأن انفرادة وفي من منهجيا لا يدخل في الطيبة ما هو انفرادة، فهو نفسه نقص من أهمية هذه الكلمة أو الاعتراض بها على القراء. ثالثا هو الأهم، قال ولم أرى أحدا أشار إلى إثباتها. هذه مشكلة، هذه كيف يخفى على ابن الزهري أنهم لا يشيرون للإثبات؟ كل الشراح يعيبون عن من أشار إلى شيء من الإثبات. قل هذا هو الأصل، حتى الخراز قال باب اختلافهم، باب اتفاقهم والاضطراب في الحذف من فاتحة الكتاب. قال الشراح عموما إنما تعرض للحذف لقلته، ولأن إثباته هو الأصل فلا يتعرضون له، فكيف يقول لم أرى أحد تعرض لإثباته؟ طبعا لا يتعرض لإثباتها. كذلك قال في بالنسبة للمصحف، رأى مصحف مدينة السمنودي من وفاء الوفاء سمعودي، يقول هو أيضا رأى مصحف مدينة في ذلك الوقت، وجد فيه محوا على قول الله فسيكفيكهم الله. قال وفي مصحف مكة أيضا محوا على فسيكفيكهم الله، فكم كان في عند عثمان في مصحف حجره، وكذلك مصحف الذي في مشهد الحسين القاهرة أيضا في كيف فسيكفيكهم الله عليه أطار الدم، والمصحف الذي كان في الأندلس عليه أطار الدم، كم مرة قتل عثمان. إذن هذه أمور لا تعتمد، والذي يعتمد هو البقاء والأصلي، أنه لم يرى بشهادته هو أحدا ذكر الإثبات. إذن هذا لا يذكرونه لأن منهجهم أن لا يذكروا الإثبات. وأيضا من تبه الأشياء أنتبه إليه الداني هو أن ثمانية أوزان وعشرات كل الآن فعال وفعال وفعال، هذه السقاية منها، هي فعال إنها فعالة، فهو ذكر الحروف بالإثبات إنه مقنع، إذن هو منصوص. ثانيا لما ذكروا جعل السقاية لم يتعرض لها أحد، ولم يقل ابن الزهري إنهم ينبغي أن يذكرها وكذا، هي سقاية وسقاية، لو كان بشقنا بين سقاية وجعل السقاية لذكره أي واحد بما فيهم أبو داود. أبو داود لم يتعرض لها أصلا، مع أنه بدأ القرآن من أوله إلى آخره، خمس آيات خمس آيات خمس آيات، وصلها وذكر معمر مساجد الله مساجد أمر ما حولها، ولكن يذكر سقاية يعني على الأصل. وما المشكل؟ المشكل هو أن الرواية أو نشر المنتشر عندنا إلى 110 وما بعدها، وكان من أول من دخل ذلك بعض الفاس مثل القادر الفاسي رحمه الله، وكذلك بعد ذلك المنجرة، والمنجرة هو الذي جاء بالدرة وانتشرت حذفه من طريق الدرة، وأخذه الناس وجاء الحبيب اللمطي رحمه الله أحمد الحبيب اللمطي فأشاعه ونظم فيه قصيدة يقول فيها سقاية عمارة بالحذف في صلاة التوبة دون خلفي، لكن عرضه بعد ذلك محمد بن طيب بن الأكمة بذكر الإثبات، لكن الموريتانيين أخذوا بالحذف طبعا لعبد الله النواجيوي الذي قرأ عليه ولزمه طويلا، ولما رجع إلى بلده في سمقيت اعتمده الناس ورحلوا إليه من الآفاق، فنشر الحذف واستمر الحذف إلى الآن حتى آخر ما طبع من مصاحفهم من فرشو بيقالون فيه الحذف فقط، ما مع قول صداف رحمه الله الذي كنا نقرأ قصيدته الآن، قال سقاية عمارة في التوبة حذفه ما تلزم منه التوبة، رد عليه شارحه هو رجل عادي، رد على صداف جبل من جبل العلمي، يأتي واحد يشرحه طالب ويرد عليه. ما قالها صداف عن هوى ولا أراد أن يخالف، ولكنه يحترم المنهجية التي لم يحترمها ابن الجزري رحمه الله التي عند القراء هي أن لا يشير الإثبات. وبل هو كذلك في الكتاب الذي نشر مؤخرا وهو المسائل التبريزية ذكر أن القراء أن العلماء الرسمي لم يستوعبوا الرسمة ويقصدوا بذلك المغاربة، وذكر مقدمة المقنع أنه لم يستوعب الرسمة أنه لم يلتزم بذلك، وهذا ليس كذلك لأنه لم ينهج منهج أبي داود يأخذ كل خمس آيات يذكر ما فيها، لا ذكر القواعد العامة فاستوعب من خلال القواعد العامة،
ولم يقصر في شيء، فكيف يقال انه لم يرد استيعاب الرسم ولا استوعبه ولم يستدرك عليه سقاء وعماره؟ ولم يقل هذا في فخرجه متهبته في المصحف، ولم يستطع ان يفعل شيئا فيها مع وجود القراءه فيها متفق عليه فخرجه. وفي سالني وفي مسائل اخرى، اذا كان علي بن عمي ممن هاجم طالما انه سيعرض ان يعترض، اذا لا يعترض على المغاربه ولا على الداني في اثبات سقايته وعمارته. وتتبعت ذلك في كثير من المصادر السابقه، والذين اتبعوا المنجرة منهم هذا حميد اللمطي، ثم بعد ذلك ابو العلاء ادريس بن عبد الله الودغيري في منظومته المقرأة الان على الطلبه، لا بد ان سيقفون عند البيت الذي ذكر فيه حذف سقايه وعماره. لكن رد عليه الشارح صاحب بهجه العيان محمد العربي عربي التمساماني، قال هو الناظرين بان عندهم في فاس حذف سقايه وعماره، هذا لا اعلم، هذا عندنا في جبل الزبيب. فبحثت عن جبل الزبيب واذا هو جبل العالم اللي عليه بالمشيش، كي قلت ما جبال الزبيب ذكرها اليوسي في رحلته، ذكر جبال الزبيب. جبل الزبيب هي هذيك فيه اللجايا وبني عروس وفوق منه، هذا عندنا في هذا الشمال لا يعرفون الحذف نهائيا. إذا رد بذلك على الدغيري الذي قال في فاس أنهم يحذفون سقايا، إنما يحذفها من يتبعوا المنجرة ومن يتبعوا من الجزائر. والآن عندنا قبل يومين سألت الشيخ عبد الله العيش ماذا تفعلون في سقايا وعمارة في الرمزيات، قال إذا كان الرمزيات هي السبع لا يعرفون إلا الإثبات، فإذا رمزنا بالعشر نحذف، لأن من الوردان قرأوا كذا وكذا. قلت أنتم من قراءة إلى قراءة تطعنون في الرسمي، الرسم لا ينبغي أن يطعن فيه ولا أن يغير، حتى لو فرضنا أنها محذوفة ينبغي أن تبقى كما هي، تبقى كيف سقايته، ويوضع الدارة تطلع الدارة على الحرف الزائد. أما أن نغيرها نكتب سقاطة بدل سقاية، سقاية لا يمكن تغييرها لتصير محذوفة، لأن الحذف الآن في سقاطة بعد القاف وبعد القاف يكتب ثم تبقى الياء مفتوحة. أما في سقاطة الألف يبقى فوق الألف فوق الياء وليس بعد القاف، هي الألف بدل الياء تحركت اليوم فتح مقبلها فقلبت ألفان تصبح سقايتا سقاطة. إذا هذا لا بد من تغيير الرسم، والرسم لا ينبغي أن يغير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا.